اهلا بيكم مشاهدينا مرة تانية. البنات دلوقتي بقت بتتكلم في حاجات يا جماعة احنا على ايامنا واحنا قدهم ولا كنا نعرف فيها ولا بنتكلم فيها ولا بنطرحها على الرأي العام كده عادي. يعني تلاقوا على التيك توك ولا الانستجرام واحدة تقول لك ايه، جمدي بويضاتك. حضرتك مين؟ فتلاقوها بنوتة صغيرة، انا جمدت بويضاتي، انت كمان جمدي بويضاتك. فتلاقي بيتكلموا ويقرروا مع نفسهم يعملوا حاجات يعني اهل العلم لازم نسالهم فيها، يعني نسال المتخصصين، نسال الاطباء، مش نسال واحده صاحبتنا عملت الموضوع ده. يعني ايه تجميد بويضات؟ ومين اللي المفروض تعمل تجميد البويضات وباستشاره طبيب مش مع نفسها برضو؟ يعني مش تسمع من التلفزيون تقولك انا هعمل خلاص انا قررت اروح، لا لا، برضو تروحي تستشيري طبيب ينفع ولا لا. انا برحب بدكتوره جيهان الهنداوي، استشاري النساء والتوليد وتاخر الحمل بجامعه المنصوره، ودبلومه الحقن المجهري جامعه برمنغهام بريطانيا، ودبلومه المناظير الجراحيه المتقدمه بجامعه كليرمونت فرنسا، ودبلومه الامريكيه للتجميل النسائي. ازيك يا دكتوره؟ اهلا بيك يا استاذه دعاء، سعيده جدا بوجودي معاك النهارده، واتمنى ان شاء الله تكون حلقه مفيده للساده المشاهدين. باذن الله. يعني ايه تجميد بويضات؟ تجميد البويضات بقى الترند ده بقى زي ما حضرتك قلتي لي البنات بتسألنا عنه، هو عبارة عن فرصة وأمل لكل أنسة أو سيدة يعني قررت يعني تأجل قرار الحمل أو الجواز دلوقتي، فالقرار ده بيخليها تحافظ على الخصوبة بتاعتها أو قدرتها على الإنجاب. وطبعا احنا كلنا عارفين أن الفترة الذهبية للخصوبة هي فترة العشرينات وأوائل الثلاثينات. فلو هي أخذت القرار أنها تأجل الزواج أو الحمل في الفترة دي، فإحنا بنجمد البويضات بتاعتها علشان تقدر تستخدمها بعد كده في وقت لاحق إن شاء الله. طيب أنا كنت سامعة أنه لو واحدة مثلا لا قدر الله جالها كانسر، جالها حاجة هتدخل في علاج طويل كيماوي. المدى. كيماوي هو أول حاجة، احنا عارفين ان العلاج الكيماوي والعلاج الإشعاعي بيأثر جدا على المبايض وبيأثر جدا على نسبة الخصوبة. طبعا. فطبعا هو لو ربنا قدر وجالها كانسر وخلاص داخلة في العلاج، فلازم طبعا ان احنا ننصحها ان هي تجمد البويضات قبل ما تعمل العلاج علشان نحافظ على الخصوبة بتاعتها وتستخدمها بعد كده في وقت لما ربنا يشفيها. طيب الكبيرة في السن مثلا لو عدت خطت ال 35 وال 40 ولسه ما اتجوزتش وبنوته، هي لازم تاخد القرار على طول. يعني هي لو اتاخرت لسن ال 35 احنا بنقول لها حاولي ان انت تجمدي البويضات في التوقيت ده، ويا ريت كمان قبل كده، لان جوده البويضات يعني مرتبطه بعامل السن. احنا كلنا يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من يوم ما اتولدنا بحوالي 400 الف او 600 الف بويضه بيبقوا موجودين معانا لغايه ما تنقطعوا خالص، اللي هي الفترة اللي ما بحبش اسميها يعني اللي هي سن اليأس، انقطاع الطمس من فضل. في خلال في خلال خالص ابدا ما فيش يأس معانا ابدا. في خلال الفترة دي كلها، كل سنة على التانية كل مدى الجودة بتاعه البويضات دي بتقل طبعا بتأثير العوامل وتأثير الايجنج بروسس بتاعتنا. فطبعا كل ما كانت جودة وكفاءة البويضات في السن الصغير كل ما كان احسن. فتجميد البويضات عندنا في العشرينات احسن من التلاتينات، احسن من الاربعينات. طيب يعني ممكن واحده في العشرينات تروح تقول لاهلها عايزه جمد بويضات وهي ممكن تتجوز يعني في اي وقت؟ هي بتاخد القرار ده في حاله واحده. لو هي فعلا مثلا عندها كارير عايزه تحققه في الشغل او في الدراسه، او مثلا ممكن يكون الشريك المناسب لسه ما قابلتهوش، عايزه تختار اختيار صح وحاسه ان الوقت والعمر مثلا ممكن يعدي بيها وان هي لسه مش لاقيه فرصتها، ده اللي ممكن يخليها في العشرينات ان هي تقول ان انا عايزه اجمد البويضات. تمام. طيب في حاجة اسمها تجميد بويضات وفي حاجة اسمها تجميد أجنة، بالظبط ايه الفرق بقى بينهم؟ هما الاثنين العامل الأساسي فيهم ان هما الاثنين بيحافظوا على نسبة الخصوبة والقدرة على الإنجاب فيما بعد. بس تجميد الأجنة ده بيكون لواحدة متزوجة. بنعمله ازاي؟ بيكون عن طريق عملية الحقن المجهري، بنجيب الحيوانات المنوية مع البويضة اللي احنا سحبناها وهما الاثنين بيكونوا أجنة. الأجنة ديت بتحفظ بعملية اللي هي التجميد، وبعد كده الحالة بتستخدمها في أي وقت تاني بعد سنة 2 3 10، وكده برضو يبقى أنا حافظت على قدرتها على الإنجاب في أي وقت بعد كده. أما بقى تجميد البويضات ده للأنسة اللي هي ما اتجوزتش أصلا، أو لواحدة انفصلت ولسه
يعني دلوقتي صعب ان هي تفكر في قرار الزواج دلوقتي، ممكن بعد كده هتقول طب انا هعمل ايه. فالعمر بيعدي بيا مثلا. بس تجميد البويضات دي بتبقى في حالة الحقن، يعني احنا بجمدها ما بتتع... فهيبقى بالظبط. انما هي بتجمد البويضات وبعدين لو حملت طبيعي خلاص شكرا. بالظبط. يعني مثلا دلوقتي هي جت في فتره اواخر العشرينات او الثلاثينات مثلا، اخذت القرار وجمدت البويضات. بعد كده لما بتيجي تتجوز بيبقى بقى على حسب سنها في التوقيت ده، وعلى حسب التحاليل بتاعتها ومخزون المبيض بتاعها. لو هم كويسين طبعا بتدي لها فرصه في الحمل الطبيعي. لو هم قلهم او انت اديت لها فرصه في الحمل الطبيعي سنه اتنين وما حصلش حمل، البويضات موجوده علشان كده، فبنفكها وبنستخدمها. طيب الست معروف مش مهم يعني تروح للدكتور يعمل معاها ما بداله، مش يعني كعلاج او كده، لان هي سيده يعني. انما العذراء بنوته بقى، الموضوع ده بيبقى ازاي؟ وملوش طبعا اكيد اي خطورة على عذريتها يعني. لا خالص خالص خالص. هو اول حاجة برضو زي ما انت بتقولي الاشورنس او ان انت تطمنيها، ده في حد ذاته حاجة كويسة قوي. هي ممكن تبقى طبعا اكيد جاية مع اهلها، احنا بنفهمهم الوضع عامل ازاي، بفهمهم ان هي مش بتعمل اي حاجة زيادة، هي كل اللي بتعمله ان انا بدخل في عملية الحقن المجهري. ازاي؟ زيها زي اي حد تاني. باخد اول حاجة طبعا ان انا بعمل لها تحاليل الهرمونات علشان اطمن عليها واشوف استجابه المبيض بتاعها واشوف البروتوكول المناسب للتنشيط بتاعها، وبعمل لها سونار وبفهمهم ان مده العلاج اللي احنا ناخدها مش كتيره، هي بتبقى حوالي 10 ايام بالكتير قوي، قولي اسبوعين بالكتير قوي لو مخزون المبيض بتاعها ضعيف مثلا فوق ال 35 او كده. بعد ما بتاخد ابر التنشيط دي لمده 10 ايام بنتابع طبعا بالسونار في خلال المده دي، اول ما البويضات بتوصل للحجم المناسب وبتكون مهيئه للسحب بناخدها بتدخل العمليات. بنج بتاخد بنج مخدر طبعا مش بتحس باي حاجه خالص. والسحب بيتم ازاي بقى؟ بيتم عن طريق ابره عن طريق البطن. انا كده بقى ما جيتش عندها خالص. فبكده البنت ماليش اي علاقه بعذريتها، ما بتفقدهاش ابدا. الموضوع سهل وبسيط جدا، ابره عن طريق البطن بالسونار وبسحب لها البويضات. البنت بتقدر تقوم بعد العمليه ديت بحوالي نص ساعه وتقدر تمارس كل نشاطاتها اليوميه عادي. طيب حاجه مهمه بقى دلوقتي، البويضات دي ممكن تتجمد كام سنه؟ معاكي لاي مدى اللي انت عايزاه. طيب. 5 سنين، 10 سنين، 15 سنه، على حسب قدرتها وعلى حسب ظروفها. طيب وفكره حفظ البويضات في مكان ما الوقت الفتره الطويله دي هل ده بيكلفها برضه؟ لا مش كتير، حاجه بسيطه خالص، مبالغ زهيده. وطبعا اهم حاجه في الموضوع اختيار المركز اللي هي هتحفظ فيه، لان طبعا دور المركز مهم جدا وخبره المركز، علشان البويضات مهما كان يعني لو جيتي برضه تفكيها بعد فترة في جزء منها ممكن يحصل له تحلل، فلازم برضو يبقى انت معاكي المركز الصح. واحنا عندنا في مركز رويال بنستخدم احدث الاساليب والتقنيات لحفظ البويضات دي. طيب يعني كده سألنا على المدة وسألنا على الفلوس، يعني مبلغ كده البويضات ممكن بعد فترة تيجي تفكها تتحلل، ممكن تتحلل يعني. علشان كده بقى ايه؟ علشان كده اقل عدد ممكن اخده في البويضات 5 بويضات مثلا. بس طبعا لو 10 يبقى حلو قوي. وعلى فكرة ممكن برضو اخد العشرة دول او الخمستاشر دول مش في مرة واحدة، انا ممكن اخدهم في كذا مرة، بعمل كذا تنشيط بين كل مرة والتانية حوالي شهر او شهرين راحة، وبجمعهم في الباسكت السلة. فبيبقوا موجودين معايا بعد كده. يبقى موجود عندها كتير، علشان لما اجي افكهم لازم يبقى في يعني معايا عدد كويس، علشان لما احقنهم بالحيوانات المنوية طبعا بختار الاحسن. اختار الاحسن فيهم وبحقنهم بعد كده بالحيوانات المنوية علشان يكونوا أجلنا. طب هل ده يؤثر، له اثار جانبيه يؤثر على مخزون المبيض؟ في اي حاجه ممكن تحس بيها بعد العمليه؟ ابدا على الاطلاق. انا عايزه اقول لك اصلا الناس بتخاف من الموضوع بتاع المنشطات والحقن المجهري، وحتى برضو البويضات اللي حضرتك قلتي عليها دلوقتي، السؤال ده حلو قوي. وبيقولوا دايما ان هي بتستهلك مخزون المبيض. عايزه اقول لحضرتك ان المبيض اصلا كل شهر الطبيعي بيطلع حوالي 20 بويضه. ال 20 بويضه دول كلهم بتطلع منهم بويضه واحده بس اللي بنسميها الدوميننت فوليكل. الدوميننت فوليكل او اللي هي البويضه الرئيسيه اللي هي بتتلقح وتتخصب بس. الباقيين بقى بيحصل لهم ضمور او تحلل. وهم دول اللي انا قلت لك عليهم قبل كده ب 400 و600 الف بويضه اللي ربنا خلقها بيهم دول، ما هم بيخلصوا طول العمر في كده. صحيح.
صحيح. فشيء طبيعي انا اديت منشط او لا، العدد كده كده طيب بيطلع. نسب نجاح الحمل بالبويضات المجمده بتكون زيها زي البويضات العاديه اللي بتسحبيها على طول وتعملي هقول الفريش؟ هي بصي ما هي بتتراوح بنسبه 40 ل 60%. طيب ليه بقى، ايه اللي بتحكم فيها قوي؟ اول حاجه حاجتين، العمر اللي انا سحبت فيه البويضه وجمدتها. لان العمر اللي انا سحبت فيه البويضه، لان البويضه عندي هنا بتتحسب بالعمر اللي انا حفظتها فيه، وجودتها وكفاءتها بتعتمد على كده، مش العمر اللي انا استخدمتها فيه. يعني سي مثلا لو انا اخدت البويضه دي في حاله مثلا في اخر العشرينات، كفاءتها وجودتها بتكون بيرفكت وكبيره، مش زي لما هتكون في اخر الثلاثينات او الاربعينات، حتى لو زرعتها في الحاله وهي عندها السن ده. طيب البنوته قلنا بقى خدنا من البنوته وهي حاجه وعشرين او 30، قعدت 15 سنة ربنا كرمها وهتتجوز 45 سنة وعادي جدا، ودلوقتي بقى ال 45 زي ال 20 بقوا شكل بعض، ما فيش اي مشكلة خالص. يعني الست بقى في الحمل في السن ده، بس البويضات موجودة، بس الحمل في السن ده ايه صعب؟ بصي هو اقولك على حاجة، هو طبعا زي ما اتفقنا هو نصيبها وجه التوقيت ده اللي هو ال 45، احنا طبعا مش هنقول لها لا، البويضات كده كده موجودة، والبويضات حالا هو عمرها، هو العمر الزمني زي ما احنا حفظناها زي ما احنا قلنا. العامل الوحيد اللي بيبقى موجود دلوقتي علشان نقدر ان احنا نخلي بالنا منه الرحم. طبعا الرحم بيكون نقصد فيه شوية عوامل بسبب نقص الهرمونات الاستروجين والبروجسترون، دول بنحاول ان احنا طبعا العلم اتطور جدا وان احنا بنديهم من بره، بنعمل لهم تعويض. كمان نقص الفيتامين عندها برضه بنظبطه، زي فيتامين د وفوليك اسيد سبيشالي، طبعا الحاجات دي مهمة جدا، لان زي ما انت فاهمه برضه الفترة دي بيبقى فيها نسبة التشوهات بتاعة الاجنة كبيرة. لو عندها اي امراض مزمنة مثلا لا قدر الله جالها سكر او ضغط، لازم نظبطه لها قبل برضه ما ندخل في البروتوكول بتاع العملية. يعني سحب البويضات بتكون هي في حالة صحية كويسة وانت بتسحبي منها؟ خالص، لان هي بتكون في التوقيت ده زي ما احنا اتفقنا، هي سحب البويضات زي ما تقولنا هي عملية بسيطة جدا عن طريق إبرة. ما فيش فيها اي صعوبة لا خالص. بتقولي سكر او ضغط؟ لا، انت بتتكلمي لو انا جيت استخدمت البويضات دي بعد سن 45. مش احنا اتفقنا انا بزرع على حالة او بعمل لحالة سنها 45 بويضة عمرها 20 او 30؟ تفرق معانا كتير، ما هو ده بقى التقدم في الطب والعلم. طبعا طبعا. لكن بقى العوامل التانية، الرحم اللي هيشيل، حالة الجسم نفسها، الفيتامينز اللي نقصت، الفيتامينز اللي نقصت، الامراض اللي ممكن تكون جت لها، العظم، الحاجات دي كلها لازم تتظبط علشان برضو ما تأثرش عليها فيما بعد، وعشان ما اقدرش اقول عليها ان هي كبرت. احنا ما بنكبرش. طيب انا بقى دلوقتي لو سيدات متجوزين وعايزة برضو تجمد، لانه هي بقى عايزه ايه، تريح شويه. صح. صح، هي مثلا دلوقتي الظروف الماديه بتاعت الناس صعبه، هي خلاص تعبت، مثلا برضو داخله في دور علاج زي ما انت قلت، ظهرها فقرات، حاجات كتيره جدا هتخليها ان هي مثلا عايزه تستنى شويه. بيدخل بقى بعد كده دور تجميد الاجنه، مش تجميد البويضات لان زوجها موجود بالفعل، والاجنه بقى معاكي بقى تتحفظ لغايه، انا عايزه اقول لك ان انا في حاله عامله لها مجمده بقالها حوالي 7 سنين. يعني انا يوم من يوم ما فتحنا المركز زرعت لها مره، وجات لي لسه من حوالي 2 3 شهور وزرعت للمره الثانيه بعد 7 سنين. هي قلت لها طبعا الفتره الطويله دي كنت فين، لانه ما شاء الله كانت جايبه 3. فانا عايزه اقول لك بقى ما صدقت بقى ان هي دخلوا من المدرسه بعد 7 سنين، فخلاص بقى اشتقت وقالت ان هم موجودين بقى الاجنه، وكمان بقى علشان يعني ايه اخلصهم وهم شباب كده. طب قولي لي الاجنه اللي بتبقى مجمده دي، هل اقدر اعمل فيهم تحديد نوع الجنين بقى، كل الحاجات اللي بتتعمل أقدر دي؟ اقدر اعمل اي حاجه. هو تحديد نوع الجنين، يعني لما بتكون الاجنه بتتكون بتوصل لليوم الثالث، بسحب منها عينه دي ان ايه، بعرف منها اذا كانت اكس اكس او اكس واي، ولد او بنت، وبتقدر تزرع اللي هي عايزاه، بس طبعا بيبقى تحت شروط واحكام شويه اللي احنا طبعا احنا عارفينها. لو هي مثلا معاها بنتين، معاها ولدين، يعني حابه ان هي تغير النوع وكده، ممكن باذن الله نعمل لها حاجه. يعني ما تعمليش لوحده من اول مره تحديد نوع جنين؟ لا،
بصراحة ما بنصحهاش. يعني عارفة هو أنا بسيبها على ربنا يعني. بسيبها على ربنا يعني. أنت أنا يعني أنت مشتاقة يعني، أنا كده كده هفرح بأي حاجة أنت هتجيبيها. يعني كمان بيني وبينك يعني العوامل اللي هي مثلا الاسترس اللي أنت بتعمليه وأنت بتسحبي من البيبي برضه شيء طبيعي، أو بتسحبي يعني من إحنا فكرة الاختيار الجنين دي، نوع الجنين في حالات إنه الست هتتطلق لأن خلفتها بنات أو هيروح يتجوز عليها أو مش عارفة إيه حاجات كده، أو هي نفسها إنما في حاجة أول تقول لك أنا عايزة بنت أو عايزة ولد، لا لا ما بحبهاش خالص. وبقول لها على فكره، بقول لها نسب النجاح احسن في الجنين المقفول. يعني برضو خلي بالك من حاجه زي كده، هي اختارت وعايزه هي براحتها. والله الحلقه مفيده جدا يا دكتوره جيهان، وعرفنا فيها نقط مهمه وتركات مهمه، اعتقد انه كتير استفادوا. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتوره جيهان الهنداوي، استشاري نساء والتواليد وتاخر الحمل، والحاصلة على دبلومه الحقن المجهري بجامعه برمنغهام بريطانيا. شكرا ليك يا دكتوره ونورتينا. شكرا لكم على حسن المتابعه، اشوفكم على خير في حلقه بكره باذن الله.